السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على موضوع الداتا سنتر والاس دي ان ومدى تأثيرها علينا كأشخاص، علينا كمبتدئين، كمحترفين، كشركات، كمستقبل. نكمل أيضا تحت نو فير، بدون خوف. شيء جديد أضفت لكم بفضل المهندس محمد عيسى، عملنا التطبيق اللي هو جوجل بلاي تحت مسمى سيسكو فور أول أو سيسكو للجميع. تحت جوجل بلاي اللي عنده سامسونج أو تابلت سامسونج أو أي جهاز يدعم أندرويد تقدر تنزل أبليكيشن مجانية. تبحث عن سيسكو فور اول او عمار حنون، راح تلاقي الابليكيشن. حتى يوصلكم كل ما هو جديد، مثل ما وضحت، حتى يكون عندك الفيديوهات موجودة في اي مكان، انت اذا كنت مسافر واذا كنت في مكان معين. عملنا الباندوث مخفض، يعني ان شاء الله ما راح تحتاج سرعة انترنت عالية جدا، تكون عندك متابعة أول بأول. كذلك تابعونا من نتورك أرت باي عمار حنون، تابعوا كل ما هو جديد، ادعمونا البيج، كذلك اليوتيوب، حتى يوصلكم كل ما هو جديد. بالنسبة اللي يحب يعرف عني، موجود هذا، تقدر توقف الفيديو تقرأ هذه السلسلة أو هذا الارتيكل اللي موجود أمامك، تعرف مجالي، اختصاصي، شهاداتي. دائما اقول ان الشهادات مو مهمه، اهم شيء الخبره. كذلك جروب السي سي ان اي تو سي سي اي داتا سنتر، جروب سيسكو فور اول، وكذلك القناه على اليوتيوب. هذا ديزاين امامكم يتكلم عن الداتا سنتر، يتكلم عن الاس دي ان، يتكلم عن الفيرتشوالايزيشنز، وكيف راح تصبح من مبتدئ الى خبير بهذا المجال. هذا الفيديو أنا خاطب بمبدئين المبتدئ، راح تكون بعض المصطلحات نوعا ما صعبة، ممكن تبحث عن المصطلحات تعرف عنها. مبدئيا الفيديو هو بين محترف وخبير، حتى يكون عندكم فكرة عن من البداية عن الفيديو. مثل ما واضح معكم، هذا المفروض هو كديزاين هنا، أما يكون البي سيريز بالنسبة للشاسي 5108، اللي هو عبارة عن شاسي، عبارة عن حاضنة تحتوي على 8 سيرفرات، أو ستاند ألون سيرفرز اللي هي السيرفرات الاعتيادية مثل ديل ومثل اي بي ام وأي منافسات أخرى، أو السي سيريز بالنسبة لسيسكو تكون واصلة على سويتش 2K كفايبر اكستندر، واصلة على سويتش 5K، بعدين على 2K، عفوا على 9K أو 7K، على حسب الديزاين، على حسب المبلغ المتوفر. تطلع على راوتر فايروول، توصل عن طريق الانترنت، هذا اللي هو كسايت ثاني يحتوي على مجموعة من الراوترات والسويتشات. السايت اللي موجود باللون الاخضر اللي هو عبارة عن سايت وايرلس. راح نفهم الـ SDN وين راح تخدمنا هنا، أنا. ضروري تتعلمها او لا، ضروري تعرف بداية عنها. مهمة الداتا سنتر هنا كيف راح تكون، هاي راح نتعرف عنها شوي شوي. نيجي على السيرفرات. احنا هاي السيرفرات اشتريناها، ركبنا عليها الـ ESXi، هذا احد منتجات شركة VMware. فالـ ESXi راح يكون موجود على كل physical machine اللي هم مثل ما ظهر امامك، اللي هم physical servers. فهذول الـ physical servers راح نقسم الى ESXi. الـ ESXi كل ESXi راح تحتوي على virtual machine. الـ virtual machines موجودة عدد معين على حسب الهاردوير اللي متوفر. مثلا كبي سيريز يحتوي على 700 واعتقد 60 جيجا بايت رامز، يحتوي على 2 مزنين كاردز اللي هو يدعم لك الفينكس اللي هو فيرتشوال نتورك انترفيس كارد. يعني بالامكان ان تعمل 150 فيرتشوال ماشين، يعني 150 حاسبة او كمبيوتر او ماشين، اي تسمية كانت. يعني السيرفر الواحد راح يغطي لك 150 سيرفر، او ممكن 100 سيرفر، او حتى لو كانوا 50 جهاز واحد. فيرتشواليزيشن خدومة جدا بهذا الموضوع.
هنا يوضح لك عملية الفي موشن راح أتكلم عنها. هذه هي الابلكيشنات اللي موجودة، إذا كانت هي ويندوز سيرفر، إذا كانت هي لينكس، سنتوس، ميل سيرفر، فويس سيرفر، على حسب أنت احتياجك والديزاين اللي راح يوفر لك. فهذه الفيزيكال ماشين اللي هم الهاردوير الحقيقيين راح يتقسمون تحت بيئة في ام وير او سيتريكس او هايبر في او اي كان محتمل، يعني شركات اخرى يعني بعدين، بس هذه اللي هي اشهرها كمايكروسوفت كسيتريكس وكفي ام وير. فراح يصبح عندنا الموضوع بهذا الشكل. السؤال دائما يسألوني انه ما علاقة الفي ام وير بالداتا سنتر، وما علاقة الداتا سنتر بالفي ام وير؟ لا، هم اثنين مع بعض. انت حتجيب هذا الفيزيكال ماشين يرتبطون مع بعض، يتصلون مع بعض وتنطي خدمات. هذه المجموعة كلها تسمى بالكلاود، هذه المجموعة من الفيرتشوال ماشينز. اذا كانت هاي شركة، مؤسسة، مستشفى، كل شيء راح يتقسم على اساس المتطلب منك بالديزاين. فهذه هي الفيزيكال سيرفرز اللي موجودة امامكم، موجود عليها اي اس اكس اي، يحتوي على في ام وير ماشينز. كل في ام وير ماشين اي مشكله بهذا السيرفر، الفي امز من خلال تكنولوجي الفي موشن تنقل هذه الفيرتشوال ماشينز من سيرفر الى سيرفر اخر. طيب نتكلم كاداره. اداره يعني كل سيرفر راح يحتاج الى في سفير ككلاينت حتى تدخل على السيرفر الواحد من خلال اي بي مثل ما وضح امامكم، وايا كان هنا اليوزر نيم او الباسورد تدخل، راح كل سيرفر راح تدخل عليه من واجهه منفصله. يعني الإدارة بدأت نوعا ما تتعقد. حتى يصبح عندنا موضوع centralized management، يصبح عندنا مركزية بالإدارة، فظهر منتج مثل منتج الفي سنتر. الفي سنتر راح تدخل بيوزر نيم وباسورد واحد، تتحكم بكل هذول اي اس اكس اي تحت انترفيس واحد بس بالسهولة، من غير ما نعرف التكنولوجي. لا، اللي يحب يدرس في ام وير يروح يتطرق لدروس الفي ام وير. انا حاب اوضح لكم حتى تفهم البيئة وطبيعة الهاردوير مع الفيرتشوال، مع القضايا الوهمية مع القضايا الحقيقية. بنفس الوقت حتى ندخل للاس دي ان شوي شوي. هذا كفي ام وير، في سنتر تتحكم بكل هذولي الفيزيكال ماشين من تحت واحد انترفيس مانجمنت اللي هو جوي. طيب، واحدة من الأمور اللي انطرحت من فترة معينة، ما أعرف من سنة أو أكثر أو سنتين، مثل النوتانكس كشركة منافسة لشركة سيسكو أو لآي بي إم أو لديل. الشركة هذه لها خدمات معينة، لها طبيعة معينة، تحاول توفر لك فيها عملية الستورج. لكن هي مو موضوعنا النوتانكس حاليا، احنا نتكلم كفي ام وير، كسيسكو او كسيرفرات بشكل عام، ايا كان هذه اللي هي السيرفرات اللي ظاهرة امامكم. وارجع اكرر مرة ثانية، كل فيزيكال ماشين تحتوي على في سفير اللي هو اي اس اكس اي، يحتوي على عدد من الفيرتشوال ماشينز. واحدة من المشاكل اللي تحصل دائما راح تسأل شنو في ام اس دي ان؟ هذا اللي هو ما يسمى داتا سنتر سوفت وير ديفاين نتورك. طيب انت حتى تعمل فيرتشوال ماشين بهذا الاسلوب، بهذه الكمالية وبهذا الاداء، وتصبح عندك نسبة الخطأ 1%، هل راح تتعلم بايثون بشهرين او 3 ايام او ب3 سنوات؟ اكو ناس مختصين لهذا المجال، ناس موجودين، يعني في فريق عملي، ناس مختصين في مجال البرمجة، فاهمين شبكات، وليس متخصصين شبكات، فاهمين شبكات. ساعات يسأل هذا المبرمج شنو اللي تحب اخدمك بيه من خلال البرمجة. مثلا نشرح طبيعة نوتانكس، واللي هي قريبة جدا أو 99% قريبة من موضوع سيسكو والبلايد سيرفرز والسي سيريز والإي سيريز والوايد أريا أبليكيشنز سيرفيسز، أمور كثيرة تحت بيئة داتا سنتر.